أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن السلطات التركية أطلقت في الأسابيع الماضية حملة لترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى مناطق في بلادهم لا تزال تفتقر إلى الاستقرار الأمني. وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم أن أكثر من 1000 لاجئ سوري احتجزوا أواخر الأسبوع الماضي في إسطنبول وتم إمهالهم 30 يوما لمغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء اللاجئين تأكيدهم أنهم مروا عبر 3 مراكز احتجاج حيث صادرت السلطات هواتفهم ومنعتهم من الاتصال بعوائلهم أو محاميهم وأجبرتهم على توقيع وثائق تنص على أنهم يوافقون طوعا على العودة إلى بلادهم.